العلم بأن النشرة الجوية الخاصة بالأمطار تبقى سائدة اليوم إلى غاية 9 ليلا في انتظار تنبؤات جوية جديدة للنهار الغد بحول الله، حيث نتوقع تحسن في الجو بالنسبة للمناطق الوسطى والغربية بداية من الصبيحة، ولكن سرعان ما تتغير الأجواء وتتلبد السماء من جديد نظرا لاقتراب اضطراب جوي آخر إن شاء الله يكون نشيط فعالية ولكن ليس بأكثر قوة من الاضطراب الأول، وبالتالي الأجواء غدا إن شاء الله تكون غير مستقرة وباردة على مناطق الشرقية محملة بأمطار، المناطق الوسطى تكون فيها تناوب بين فترات من الصفاء وسحب عابرة، هذا ما في الأمر، وتحسن في الجو على العموم إن شاء الله نتوقعه بداية يوم الخميس، نتوقع سحب كثيفة عابرة، بينما المناطق الشرقية تبقى تسود فيها بقايا الاضطراب الجوي بعد الأمطار المتفرقة وزخات من البرد وبعض الثلوج على المرتفعات.